هاي صبايا واهلا وسهلا فيكم من جديد بقناتي على اليوتيوب ميسم ميك اب. بفيديو اليوم رح اعملكم هيدا الميك اب لوك اللي هو مثل ميك اب الصالونات الفخم اللي عن جد ببين اذا حدا شافكن بقلكن باي صالون مسويين. الخطوات جدا سهله بس تابعوني خطوه بخطوه واكيد ان شاء الله رح تتعلموا كيف فيكن تعملوا مثل هيدا اللوك. فهلا خلينا نبدا. استخدمت كونسيلر لورا ميرسي حتى نحطه قبل الاي شادو ودمجته باستخدام بيوتي بلندر صغيرة ورطبة. راح استخدم 2 اي شادو باليت من عين نون. هالاي شادو جدا مناسبين للصبايا اللي ما فيهم يحطوا ميك اب بسبب الحساسية بعيونهم، واكيد كمان اللي ما عندهم حساسية عادي فيهم يستخدمون. وعندي لكم كود خصم MA فيكم تستخدموه حتى يطلع لكم ديسكاونت بقيمة 10%. باستخدام اللون البني الغامق عم برسم خط فوق كسرة الجفن اللي عنا اياها، وعم بعمل مثل الكات كريس حتى يسحب لنا ويرفع لنا مدى العين. واستخدمت كمان هيدي الفرشات مثل فرشات الايلاينر من اكاونت اسمه دير كويت. فشوفوا هلأ رسمنا على الميلتين، وبدي لكم شغلة انه حتى لو بين في شوية فروقات بالخطين ما ضروري يكون زيت الخط بالميلتين لأنه هيدا الخط رح يندمج، فبس شكل أولي وبعدين كل شي رح يتزبط. أخذت هيدا اللون البني الأفتح من أول بني استخدمناه من باليت طبيعية، وعم بدمج دغري فوق الخط اللي رسمناه حتى نبدأ نموهو وتروح شوي هالحدية المبينة موجودة بالخط. وهلأ بفرشات دمج فاضية وكبيرة وما عليها ولا أي لون عم بدمج كمان فوق الخط اللي عملناه. على نفس الفرشات الايلاينر اللي سبق واستخدمتها رح ادمج هلأ اللونين البني والأسود سوا مع بعضهم حتى نرجع نحيي الخط اللي رسمناه بالأول من جديد. ليه هلأ بنعمل هيدي الخطوة؟ مش دغري بلشنا بلون أسود، لأنه دايما إنه نتعامل مع لون بني أسهل بكتير عليكم ما أنه دغري تحطوا لون أسود ويطلع الخط ما نكون مقتنعين فيه. فمنبلش دايما بلون بني، بس نكون الخط اللي رسمناه حلو ومقتنعين فيه بنرجع منغمقه باللون الأسود. باستخدام الفرشات اللي كمان سبق واستخدمتها من غير ما أضيف عليها ولا أي لون، بس عم بدمج هيدا الخط اللي رجعنا حددناه. باستخدام فرشة مسطحة خدوا اي لون بيج عندكن وحطوه دغري تحت الحاجب. باستخدام فرشات كبيرة رح اخد هيدا اللون البني العودي ورح حط هيدا اللون على الجفن المتحرك خاصة، وكمان هيك شوي صغيرة فوق الخط اللي رسمناه بالاول حتى يكون كل شي مدموج كتير منيح مع بعضه. للفونديشن رح استخدم فونديشن نارس الجديد Bring Your Matitude بدرجة سانتا. هيدا الفونديشن جدا جدا مناسب للي بشرتهم دهنية ومختلطة، رح ادمجهم باستخدام بيوتي بلندر رطبة. للكونسيلر استخدمت نفس الكونسيلر اللي شفتوه بأول الفيديو من لورا ميرسيه فلاولس فيجن رقم 2W، وحطيته بالطريقة اللي كل كونسيرتو تعرفوها بمسح ومسح وبدمجه باستخدام بيوتي بلند الرطبة. بزوايا العين دايما بحب استخدم البيوتي بلندر الصغيرة حتى فوت الكونسيلر على زاوية العين الداخلية. للبودرة رح استخدم بودرة هدى بيوتي ايزي بيك درجة كب كيك، ورح اخد كمية جدا بسيطة حتى ثبت الكونسيلر اللي حطيناه. وهلأ رجعت كمان دمجت اللونين البني والأسود بنفس الفرشات اللي سبق واستخدمتها، ورح نحط هيدا اللون على كامل خط الرموش السفلي.
عبيت كامل خط الرموش السفلي بهيدا اللون، وهلأ بفرشات فاضية من غير ما كون ضفت عليها أي لون عم بدمج شوي هيدا الخط. بالمرحلة التانية رح ياخد شوي من اللون البني العودي اللي سبق وفرجيتكن عليه، حتى كمان نعمل شوية دمج على خط الرموش السفلي. من بعد ما نكون عملنا هيدا الدمج برجع كمان مثل ما عملنا فوق العين، برجع اللون الغامق بس على ما بين جذور الرموش باستخدام اللون البني الغامق. لرسم الايلاينر رح استخدم ايلاينر عين نون اسم القلم ديمير. شوفوا الرسم تبعه جدا يعني رفيع وكتير كتير سهل بالرسم. ما تنسوا تستخدموا كود MA رح يطلع لكم خصم بقيمة 10% على الايلاينرز وعلى كمان باليتات الاي شادو. من نهاية خط الرموش السفلي شوفوا هلأ عم باخد خط أول يكون مسحوب ويكون ما ينيم لي شكل العين تقريبا. هيدي دايما بقلكن إياها، رسم أول خط من الأيلاينر بيكون جدا متوازي مع نهاية حواجبنا. من بعد هيك رح نقابله بخط تانية من نهاية دائرة العدسة، ومنعمل هيدا الخط منوصله بما قبل خط الأيلاينر الأولي اللي رسمناه. بعد ما ترسموا الإطار الخارجي منصير هلأ منعبي الفراغات ما بين الخطين، ولا أسهل من هيدي الطريقة. من بعدها منطلع لتحت حتى يكون إذا في أي تعرج نزبطه، إذا في محل يكون بعد في فراغ منه معبينه منزبطه بهيدا الشكل. لرسم مدمع العين بتاخدوا خط دغري على مدمع العين عندكن، هو لحلو الخط رح تلاحظوا انه امتد عندكن لبرات العين وصارت عندكن مرسومة زاوية او مدمع العين. للمسكارا استخدمت مسكارة NYX On The Rice مسكارا والعدسة صبايا من بيلا اسمهم جراي جرين. اعملوا داونلود للابليكيشن بيلا كونتاكت لانسز من ابل ستور او جوجل بلاي، واستخدموا كود MAYSOMETHING رح يطلع لكم ديسكاونت على العدسات بقيمة 10%. للرموش كمان رح استخدم رموش لاشد كويت، هيدا الستايل اسمه صوفيا، وكمان استخدموا كود MAYSOMETHING20 رح يطلع لكم ديسكاونت على الرموش بقيمة 20%. الرموش بتجنن عن جد، ما قادرة اوصف لكم قدي ما هي حلوة قدي ما هي سهلة بالتركيب، بتجنن. فكمان استخدمت مع تلزيق او صمغ الرموش كمان موجودين باكاونت لاشد كويت، فيكم تطلبوا الصمغ مع الرموش سوا، وكمان ما تنسوا تستخدموا طبعا الكود. على الرموش السفلية مؤخرا شفت هيدي التريك انه نكون عم نجمع الرموش كل تقريبا 4-5 رموش سوا مع بعضهم، هيك منكبسهم وكأنه حاطة رموش اصطناعية على خط الرموش السفلي، جدا جدا حبيتها. وحبيت ضيف اللون الذهبي تحت الحاجب وبزاوية العين الداخلية، لأنه بتعرفوا اللونين البني والذهبي لا يعلى عليهم مع بعضهم. بقلب العين رح استخدم قلم اسمه نود من ريميل، حطيته داخل العين وهيك صبايا بيكون خلص معي هيدا اللوك، عن جد فخامة جدا جدا حبيته، حلو كتير. ان شاء الله تكونوا استسهلتوا. بليز ما تنسوا تعملوا لي لايك، لانه لاحظت مؤخرا اللايكات عم تنزل عندي على الشانل. بليز اذا استفدتوا ما تبخلوا علي باللايك، وكمان اعملوا سبسكرايب اذا ما نكون عاملين حتى يكون عم يوصلكم كل شي جديد مني، واكتبوا لي شو حابين تشوفوا بالفيديوهات اللي جاي. باي.